إنها ليست مملكة بملك وجيش ووزراء، وهي أيضا ليست مملكة حيث للرجل كلمة النهي والأمر. إنها مملكة للنساء، حيث المرأة صاحبة القول الفصل في المكان، والمكان في جنوب غرب الصين، حيث يسكن قوم الموسو عند بحيرة لوغو الأسطورية. الطريق إلى بحيرة لوغو طويل ووعر. للوصول إليها يجب أن تقطع 5 سلاسل جبلية صعودا إلى أعلى قممها الشاهقة وهبوطا في قاع وديانها. There's 20. Thank you. Thanks very much. Thank you. وما أن تصل البحيرة حتى يبهرك جمال الطبيعة المحيطة بها ويأخذك هدوءها إلى حيث الطمأنينة والسكينة. هذه بحيرة لوغو أثيرت حولها الكثير من الأساطير والخرافات. تقع في جنوب غرب الصين وتسكن حولها قبائل الموسو. أنا باسم الجمل أتابع معكم اليوم التحقيق في عادات وتقاليد هذه القبائل، وكذلك التحقق من الأساطير والخرافات التي أثيرت حول هذه البحيرة.